اكلمكم على ميكيسوني لاعب الاهلي اللي انتقل اعاره الى نادي ابها السعودي. طيب معانا كمان مكالمه من السعوديه، معانا استاذ مين يا درويش؟ استاذ محمد ابو حفره. ابو حفره، استاذ محمد ابو حفره مدير الاحتراف والتعاقدات في نادي ابها السعودي. يا استاذ محمد ازاي حضرتك؟ يا هلا والله، الله يحييك، منورنا في قناة الحياة. تسلم، الله يطول عمرك، اشترف لي، الله يحييك. الله يخليك، ويعني بنرحب بيك وبنرحب بكل اشقائنا السعوديين، يعني بنسلم عليكم طبعا. الله يسلمك حبيبي، وسعيد بانضمامي اليكم الله يخليك يا استاذ محمد. استاذ محمد، يعني لسه اليومين اللي فاتوا قرينا خبر انتقال ميكيسوني لاعب النادي الاهلي اعاره الى نادي ابها السعودي. عايزين نعرف المفاوضات جت ازاي، والانتقال جه ازاي، تفاصيل الانتقال هيكون ازاي ما بين الاهلي وابها السعودي. صحيح، هو كان في اخر يومين في فتره الانتقالات الماضيه، طبعا انتهت في السعوديه بتاريخ تقريبا 31 اوغست. كان في رغبه من المدرب للاعب. ايوه. تواصلنا مع الاخوان في الاهلي المصري. ما قصروا، كانت المفاوضات سلسة وتمت الحمد لله بنظام الإعارة. إعارة لمدة عام، نعم صحيح. إعارة موسم يعني. إيه لمدة عام، نعم صحيح. تمام. في بند في العقد مثلا إن أحقية الشراء، إن مثلا نادي أبها لو ميكيسوني نجح مع أبها إن نادي أبها يشتريه، في بند كده أحقية الشراء؟ لا 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 لا، غير صحيح. إعارة فقط لمدة موسم. الفترة كانت يعني تغلق يعني في آخر يوم، احنا فاوضنا اللاعب في آخر يوم، أو أيوة. كانت المفاوضات في آخر يوم تقريبا. طيب قيمة الإعارة أستاذ محمد قد إيه؟ والله تقريبا 150,000 دولار. 150,000 دولار. نعم. ده الذي أبى هيدفعهم للنادي الأهلي. نعم صحيح. وغير عقد ميكيسوني بقى مع نادي ابها خلال الموسم. نعم نعم، غير عقد اللاعب، نعم، على نادي ابها. صحيح. قيمه ميكيسوني مع نادي ابها قد ايه بقى العقد ميكيسوني؟ والله المبالغ سريه، تعرف سريه العقود هذه. نعم سريه، عشان ما تعملش مشكله مع اللعيبه الثانيه في الفريق يعني. نعم نعم صحيح. طيب خلاص موسم الانتقالات قفل، او بالنسبه للدوري السعودي الانديه السعوديه؟ نعم نعم. كان اخر يوم 31 اغسطس. نعم صحيح. تمام تمام، يعني طبعا نتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله ميكيسوني ينجح مع نادي ابها في الدوري ويعمل المطلوب منه خلال الفتره القادمه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، ونتشرف فيكم ونتشرف في الاخوان في الاهلي المصري، والله يعطيهم العافيه، ما قصروا معانا، وكانت المفاوضات يعني سلسه، وان شاء الله التعاون يستمر بيننا ان شاء الله، مع سواء مع الاهلي او الاخوان الانديه المصريه كلها. اكيد اكيد اكيد. بشكرك يا استاذ محمد. طبعا استاذ محمد ابو حفره مدير التعاقدات والاحتراف في نادي ابها السعودي، وقال ان هو كان يعني التفاوض في اليوم الاخير قبل غلق الانتقالات الصيفيه في الدوري السعودي. انتوا عارفين خلاص قفلت الانتقالات هناك، ان الدوري بدا في السعوديه، كان اخر يوم 31 اغسطس. بس انا شايف ان الرقم، انتقال ميكيسوني اعاره من الاهلي لابها السعودي، رقم ضعيف. 150,000 دولار رقم ضعيف، بس كان النادي الاهلي يعني اعتقد، مش عايز اقول يخلص من ميكيسوني، بس كان خلاص عايز يخرجه، عشان الاهلي هيتعاقد مع لعيبه اجانب اخرين، فكان النادي الاهلي قابل حتى لو المبلغ قليل، بس ايه ان هو ما يتحملش عقد ميكيسوني. ميكيسوني بياخد رقم في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت يقدر الاهلي يحركه عشان يفضي مكان للعيب اجنبي الاهلي يشتريه خلال انتقالات الصيفيه في مصر. احنا لسه الانتقالات قدامنا لغايه شهر 10، عندنا الانتقالات الصيفيه بدات في مصر، عشان انتوا عارفين لسه الدوري خلصان، فهتبدا او بدات خلاص 1/9، وهتنتهي في شهر اكتوبر القادم قبل بدايه الدوري الجديد ان شاء الله يوم 16 اكتوبر. فالاهلي يعني كان عايز يحرك ميكيسوني حتى لو العرض المالي بتاع نادي ابها ضعيف او بسيط، ولكن كان النادي الاهلي عايز يحرك ميكيسوني.